الامكانيات بتاعتهم، معاهم اثنين مدربين هم افضل اثنين مدربين في البطوله. ادي على طول رافض لعيب كبير لعب المضمار سابقا، وادي فان بيتا خايف يمد رجله يعني على طول رافض والتصويبه. لا 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 مش معقول مش معقول مش معقول، سجلوا اغلى جول يوسف السلمان. يا سلام يا يوسف، الكره بتحبك يا يوسف وكانها بتقول لك ما بحبش حد الا انت. راحت للاول، راحت للثاني، راحت للثالث، جات لك يا ولد، بتحبك يا ولد. من هنا رافض ينطلق، ادي الانطلاقه، ادي الانطلاقه الجميله. مهاني حيدر مره، العارضه مره، يوسف في ثالث مره. نعم 1-0 بنك بوبيان، 1-0 بنك بوبيان. فرقتين اتعرضوا للموقف. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف المرحلة الصعبة عملوها. لا 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 لا، أي إبداع، أي إقناع لهم في كورة الصالات باع. صالح حيدر ومن مشاري النكاس بالتخصص، بالتخصص مشاري النكاس، وبرافو برافو برافو حمد ديوان، وبرافو برافو لينو. الاثنين متألقين، الاثنين مبدعين. بمجرد اللجوء للباور بلاير سجلوا هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1. برافو رفاق الأمس منافسه اليوم. هاني حيدر وجها لوجه لأول ضرب الترجيح في نهائي الروضان 39 تحت أنظار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتحت أنظار ممثل سمو الأمير معالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. نعم تضيع، تضيع ويتصدى ببراعة هاني حيدر. برافو 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 هاني حيدر، برافو يا هاني. 29 سنة هاني حيدر، عاشق المان يونايتد وفاندر سار، وعلى طريقة فاندر سار يتصدى موفق فيها. استكلين بولا، يسجل، يسجل بولا، يسجل بولا. هو من سجل بالأمس ركلة الفوز، هو من سجل بالأمس أول ركلة وضيعها. 38 سنة، 16 هدف، هداف كأس. الضربة الثانية، يوسف السلمان يسجل، يوسف السلمان يسجل. الضربة الثانية للأزرق والأبيض لبنك بوبيان، يبقى النتيجة 1-1، لكن لسه في ضربة لمشاري النكاس. الأمس كان سجل ويوسف السلمان سجل، أدي مشاري النكاس يسجل، يسجل مشاري النكاس. بالأمس سجل أيضا في مرمى جاست كلين، وهو اللي شاط الضربة الثانية، حطها بقوة تأهل. دلوقتي علي ديوان عايز يسجل عشان يتعادل، علي ديوان يسجل. برافو 2-2، لكن لسه في ضربة للخليج للكملات. فان بيتا لو سجل مبروك، لو سجل فان بيتا مبروك. نعم نعم نعم، فان بيتا مبروك مبروك مبروك، الخليج للكملات بطلا للروضان 39، وفان بيتا يتفوق ويتألق ويتعملق ويقصي، يقصي فريق بنك بوبيان من البطولة ويتأهل بطلا لها. مبروك للسيد بدر ناصر الخرافي رئيس مجلس إدارة الخليج للكبلات والرئيس التنفيذي لمجموعة زين الخليج للكبلات. نعم هي الشركة الوحيدة المنتجة والمصدرة للكبلات الكهربائية وكبلات التحكم والاتصالات والمواصلات العامة. بيختتم مشواره 39 بطولة انطلقت من 39 سنة على ملعب الخليج الرملي. مشاهدينا الكرام، هذا العمل وهذه الصورة هي نتاج عمل لأكثر من 100 فرد، أكثر من فئة جندي مجهول لم ترهم عزيزي المشاهد أمام الشاشة، لكن هم ساهموا وقدموا هذه الصورة الجميلة. وعندما يقول مسؤولين كبار أننا نتعلم من الدورة، دورة الروضان ومن اللجنة المنظمة كيفية إدارة الدورات وكيفية إدارة المهرجانات، لهي شهادة كبيرة نفخر بها جميعا نحن ممثلي دورة الروضان للسادة المشاهدين. المرحوم عبد الله مشاري الروضان تحيا ذكراه دائما وابدا، كل عام بهذه البطوله الكبيره التاريخيه. تقرير، تقرير سيقدم لحضراتكم عما تم على مدار 28 يوم وقبلهم اكثر من شهرين تحضير. تقرير للجنود المجهولين، ماذا قدموا دوره الروضان للمشاهد العزيز وابناء الدعايه، ابناء الكويت، ابناء الخليج، ابناء الوطن العربي. تلفزيون الكويت كان شاهدا وفريق عمل كان شاهدا من خلال الصورة اللي هتقدم لحضراتكم بتقرير حوالي 5 دقائق قد لا يزيد عن ذلك، ولكن سيقدم لحضراتكم ماذا قدم الأصدقاء والأحباء والزملاء في دورة الروضان
هذا العمل العظيم، ثم بعد ذلك التكريم وتوزيع الميداليات. مبروك الخليج للكابلات، هارد لك بنك بوبيان. تحياتي أحمد الطيب معلق البطولة، صحبة الزميل العزيز عمر الشرهان. التقي وإياكم على خير مع بطولات أخرى قادمة.